طيب قبل ما نستقبل ضيوفي معايا في الاستوديو، وزي ما عودناكم دايما ان يحكى أن دايما بنقدم الحاجات الايجابيه دايما في بدايه كل حلقه، بنحب نقدم الحاجات الايجابيه اللي بتحصل في بلدنا. يمكن لاول مره معانا دلوقتي تقرير صورته كاميرا يحكى أن عن اول معرض فني في مصر لمرضى انحلال الجلد الفقاعي من الاطفال، والمرض ده حقيقي مرض نادر ومؤلم جدا. الاطفال دول بيبقوا مبدعين وعايزين يثبتوا للعالم كله انهم موجودين. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ده ونرجع نكمل حلقتنا النهارده ونستقبل ضيوفنا معانا في الاستوديو. معرض النهارده هو اسمه تحدي الفراشات، وهو أول معرض لانحلال الجلد الفقاعي، أطفال انحلال الجلد الفقاعي، وهو مرض جلدي نادر جدا، في نقص مادة الكولاجين، وفي صعوبة جامدة جدا في الأطفال بعد فترة إن هم إيديهم بتلتوي وبيبقى صعب قوي المشي بتاعهم. الأطفال دي هي بيجوا مؤسسة ياسمين السمرة علشان يتلاقوا مع بعض، مؤسسة بتديهم كل العناية الطبية، وكمان احنا بقينا دلوقتي مركز ثقافي لهؤلاء الاطفال، لان احنا بنعلمهم انواع الفنون باكملها التي تتناسب معاهم. انا بنتي ياسمين كانت مريضه بهذا المرض وعاشت 15 سنه. بنتي كانت في المدرسه الالماني وكانت فنانه من وهي عندها 7 سنين، واول معرض عملته لها لوحدها وهي عندها 7 سنين، وعملت 3 معارض في حياتها وكانت سعيده جدا، وكان بتتبرع بريع المعارض للقصر العيني والاطفال المصابين بالمرض ده. بعد ما توفت ياسمين الحقيقه انا لقيت ان صعوبه جامده جدا للامهات انها تتعامل، والدكاتره كانت بتبعت لي حالات كتيره علشان اقدر اوعي الام ازاي تتعامل مع الطفل. فمن الطريقه دي هو الاحساس، يعني انا حاسه ان كل طفل منهم زي ياسمين، فكان حبي ليهم هو نفس حب ياسمين، فهو ده الاحساس اللي حسوه عندي وهم اللي سموني ماما هناء، وده الحقيقه فخر ليا بجد. حقيقة يعني أنا لبيت دعوة الدكتورة هناء السادات اللي ما كنتش أقدر أرفضها أبداً، عشان رسالة وقضية جميلة ونبيلة ويعني ومهمة جداً لأطفالنا، عشان المرض جلد انحلال الجلد الفقاعي، وده مرض صعب جداً جداً وصعب التعامل معاه يومياً، وصعب على الأطفال وصعب على الأهالي. فأنا طبعاً أول ما قالت لي ما ترددتش لحظة، أنا انبهرت بالمواهب وبروحهم الجميلة ومتحمسين جداً، وعندهم كلهم موهبة خاصة وشخصية بتاعتهم، وده بيأكد إن زين الفن دور مهم جداً 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 في كل حاجة وكل ركن في المجتمع. وبالنسبة لهذا النوع من المرض والاحتياج اللي محتاجينه، هو مش احتياج فقط لدواء أو علاج، لكن كمان محتاجين حب وحنان ومحتاجين إن يتشجعوا ويدعموا وندعم الموهبة بتاعتهم. اشتركت في المعرض عشان أنا بعرف أرسم، وماما هناء قالت لنا عليه، وسمعت عنه بقى اللي هو بيعرض رسومات الفنانين وكده، فبحب أرسم واشتركت فيه. أنا بدأت أرسم وأنا عندي 6 سنين، وكنت بحب أرسم، وكنت برسم يعني على قد استريات فساتين وكده، فلما كبرت بقيت باخد كورسات على النت وبرسم وبتعلم رسم. من ساعه ما اتولدت لفينا على دكاتره كتير قوي، طلع عندها مرض اسمه الحلق الجلد الفقاعي، طبعا ما كانش حد يعرف عنه حاجه، لفيت في اماكن كتير قوي ومحدش افادني بحاجه، لغايه ما رحت للدكتور اسمه عبد الرحيم في الله يرحمه في مصر الجديده، هو اللي بعتني المدام هناء. رحنا المدام هناء بصراحه وقفت معانا وعرفتنا نتعامل مع الحاله ازاي، واكتشفنا ان الحاله 90% علاجها نفسي اكتر من العلاج العضوي، لانه مفيش علاج ليها. هو صراحه ماما هناء اللي قالت لنا لازم في معرض للرسم وكده، واللي حابب يشترك يجيب شويه رسومات ويعرضها في المعرض. وانا عشان بحب الرسم وكده رسمت رسومات وجبتها هنا المعرض. افضل الرسومات اللي عجبت الناس اللي هي رسمه الريف اللي انا منه، ورسومات البورتريه وكده.